بوجه الشكر لكل العاملين، وبهنيهم كمان على الموسوعه وعلى الرقم، وارجو ان احنا يبقى دايما دايما بنحقق ارقام عظيمه وتقدم كبير في كل المجالات. يعني انا بس في موضوع عايز اتكلم فيه، وارجو ان احنا كمواطنين وحتى كاعلاميين المسؤولين عارفين اللي انا هقوله ده. احنا سياسه مصر دايما سياسه بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي انا عايز اقول ان انا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زياده او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على، مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقتنا مع اشقائنا. وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس. ارجو ان احنا نخلي بالكم، ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الاشقاء. وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون اساس، بدون اساس يعني ايه؟ يعني ملوش خلفيه. احنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني امور قد لا تكون لها اساس من الصحه بصراحه. طب ليه؟ طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضه اللي عايزه تعمل فتنه بيننا وبين الاشقاء؟ اقل حاجه نعملها ان احنا نسكت. ما كناش نقول كلام طيب فاحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل اعلامنا اللي احنا ما بنتدخلش فيها.